الآن ينضم معنا عضو ائتلاف النصر السيد أحمد الوندي للحديث أكثر عن ملف الانتخابات. أرحب بك في هذه الساعة الإخبارية سيد أحمد، وخليني أبدأ معك. يعني هناك تخوفات كبيرة، ربما هناك قلق أيضا كبير لدى الشارع العراقي بصورة عامة، خاصة بعد تصاعد عمليات الاغتيال ضد الناشطين، أيضا الوضع الأمني بصورة عامة والتخبط والفوضى الأمنية اللي يشهدها العراق الآن. في ظل كل هذا الوضع الجاري الآن، الحديث عن انتخابات تكون ملبية لتطلعات الشارع العراقي، كيف تراه؟ نعم، في البداية تحية طيبة لجنابكم وأيضا مشاهدي قناتكم الكريمة. لكن عفوا الصوت بدأ يرجع، راح يتم معالجة الخلية. إذا تحب أرفع الأربيس وتفضل حضرتك كمل. تمام. في الحقيقة نحن اليوم نود أن نوجه رسالتنا إلى الشارع العراقي، باعتبار اليوم أن الشارع العراقي لديه هذه المخاوف المشروعة والحق، والتي أيضا يشارك الكثير من القوى السياسية التي ظهرت ببيانات مشابهة تخاطب الحكومة وتقول بأن إذا لم تكن هناك أي إجراءات حقيقية بما يتعلق بالأمن الانتخابي والسيطرة على السلاح المنفلت وأيضا الحد من استخدام المال السياسي، بالتأكيد سوف تكون هناك مواقف مغايرة من قبل الكتل السياسية، باعتبار اليوم أن المشكلة يعني هذه لا تقتصر فقط على السلاح المنفلت ولا تقتصر فقط على المال السياسي، بل هناك قانون انتخابي جديد. هذا القانون يتيح استخدام هذه الموضوعات، المال السياسي والسلاح المنفلت، بشكل يعني أكبر مما كان عليه في القوانين السابقة، باعتبار اليوم العراق يقسم إلى 83 دائرة، وهذه الدوائر الصغيرة هي التي يعني ممكن أن يسيطر عليها بشكل أو بآخر أو بشكل أسهل مما كانت عليه عندما كان العراق ما يقارب 18 دائرة وكل محافظة تعتبر هي دائرة واحدة. فبالتالي هذه بالتأكيد تبعث رسائل سلبية إلى الشارع العراقي، ولهذا اليوم نحن ككتل سياسية وأيضا أنا أتكلم عن موقفنا في ائتلاف النصر، وضعنا شروطا للدخول إلى الانتخابات متمثلة بثلاثة عوامل، ألا وهي استخدام البطاقة البيومترية وأيضا السيطرة على السلاح المنفلت، بالإضافة إلى الحد من استخدام المال السياسي، باعتبار هذه الأمور الثلاثة هي أخطر مما يشكل تهديد على الانتخابات. طيب، يعني هناك من يرى سيد أحمد بأنه ربما ليس المهم إجراء الانتخابات، لكن المهم هو خلق أجواء مناسبة، خلق أيضا أرضية مناسبة لإجراء هذه الانتخابات. من خلال هذه الأرضية وهذه الأجواء المواطن يستطيع أن يدلي بصوته بكل أريحية، بالتالي لم يتبقى تقريبا سوى 4 أشهر على موعد الانتخابات. هذه المدة الزمنية كائتلاف النصر ترونها كافية لمعالجة كل هذه المشكلات الفنية، اللوجستية، الأمنية، السياسية، حتى الاقتصادية ربما؟ نعم، المواطن العراقي لديه تجربة في 2018، هذه التجربة أفقدت المواطن الثقة بالعملية السياسية بعد ما كانت نسب المشاركة متدنية بشكل كبير، يعني إلى نسبة بعض المنظمات تقول بأنها أقل من 20%. بالتأكيد هذه تعكس بأن الشارع العراقي قد فقد الرغبة بالتغيير من خلال صناديق الاقتراع، وهذه مشكلة، باعتبار اليوم كل السلطات وكل الأنظمة الحاكمة تستمد شرعيتها بطرق بأحد الطرق المشروعة في هذا النظام، ونحن اليوم نظامنا برلماني يستمد شرعيته من المواطن، من أصوات المواطنين. بالتأكيد اليوم إذا لم تكن هناك انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن تطلعات الشارع العراقي، هذا النظام سيفقد شرعيته وبالتالي سينهار على الجميع. لذا اليوم على الحكومة وعلى كل القوى السياسية أن تكون على قدر المسؤولية وأن تبذل بما وسعها من أجل إعادة طمأنة الشارع العراقي، باعتبار هذه الانتخابات هي انتخابات مفصلية، انتخابات فيها الأوجه واضحة. اليوم في انتخابات هذه تشرين الأوجه واضحة والتيارات واضحة، وأيضا كل الانعكاسات التي انعكست في السابق قبل هذه الانتخابات اليوم أصبحت واضحة بشكل أكبر، بحيث اليوم المواطن العراقي عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع يعرف عندما يدلي بصوته إلى من ومن يمثل هذه الجهة المعينة. فبالتأكيد اليوم هذه الانتخابات هي خير دليل بأن اليوم الشارع العراقي يريد أن يغير، وحسب الاستطلاعات والمجلسات الموجودة لدينا في الشارع يعني بالتأكيد هناك رغبة في التغيير السلمي، هناك رغبة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، لكن المشكلة تكمن في الوعود الحكومية التي أطلقتها الحكومة عند تسنمها يعني سدت الحكم في 2000
2020 باعتبار أن المنهاج الحكومة التي أطلقته الحكومة كان من ضمنه هو إجراء الانتخابات المبكرة، وهذه الانتخابات تضمن وجود الأمن الانتخابي حتى يستطيع المواطن أن يذهب ويدلي بصوته. لكن يعني حتى أكون صريح اليوم، يعني هناك موضوعات لا تبشر بخير أو لا تبشر بأن الحكومة يعني جارية على قدم وساق بتأمين الانتخابات أو تهيئة الجو الانتخابي إذا ما بقى الوضع على ما هو عليه. لذا على الحكومة اليوم، وهذه دعوة أيضا من خلال قناتكم، بأن تكون هناك إجراءات حقيقية تلمس يعني قلب المواطن العراقي بأن هناك فعلا من يحاول إجراء انتخابات مبكرة، وأيضا تلبية الوعود التي أطلقتها الحكومة لمتظاهرين أو لتظاهرات تشرين بأن الانتخابات المبكرة سوف تحصل في هذا العام. طيب، في حال أخفقت الحكومة بتوفير أجواء مناسبة لإجراء هذه الانتخابات، من سيتحمل المسؤولية؟ هناك من يتحدث بأن هذه الحكومة لا تمتلك غطاء سياسي، لا تمتلك دعم سياسي حقيقي من أجل إجراء انتخابات نزيهة تكون معبرة عن تطلعات الشارع العراقي والرأي العام بصورة عامة. بالتالي من مصلحة الأحزاب أو معظم الأحزاب اللي موجودة اليوم، أحزاب السلطة تحديدا، هو بقاء الوضع على ما هو عليه وعدم الذهاب إلى مرحلة التغيير. هذا بالتأكيد يبعث رسائل خطيرة يعني ليس فقط للشارع العراقي بل للمجتمع الدولي، بأن اليوم النظام السياسي في العراق هو نظام ديمقراطي يعني يتم عبر انتخاب مجلس نواب كل 4 سنوات. إذا ما لم نستطع بتوفية وعودنا أو إذا لم نستطع بتوفية التزاماتنا تجاه هذا النظام، باعتبار اليوم هذا النظام يصبح فاقد للشرعية أمام المجتمع الدولي، وأن هناك من يحاول بأن يجر الشارع العراقي والحكومة إلى مجموعة أزمات وصراعات تنعكس بشكل سلبي على تهيئة الجو المناسب لإجراء الانتخابات. نعم، إذا لم تتوفر هذه الشروط سوف تكون هناك وقفات، وسوف تكون هناك بيانات من الكثير من القوى السياسية الوطنية التي تنتهج المنهج الوسط المعتدل بأن هذه الانتخابات إذا لم تتم في تشرين الأول يعني سوف تكون هناك وقفة، سوف تكون هناك ربما مقاطعة من هذه الجهات أو هذه الأحزاب باعتبار أن الحكومة لم توفي بوعدها بإجراء انتخابات. هناك من يتكلم بأن الانتخابات إذا ما أجلت في الشهر العاشر سوف تؤجل إلى موعدها الأصلي، ألا وهو في أبريل 2022. أنا أقول بأن الحكومة جاءت يعني هي لتلبية رغبات أو متطلبات الشارع العراقي من خلال تظاهرات تشرين، من خلال طلب المتظاهرين لإجراء انتخابات مبكرة. وإذا لم تستطع الحكومة بالإيفاء بوعدها وإجراءها في الشهر العاشر فمعناها أنها خذلت المتظاهرين وأنها سوفت مطالبهم ودفعتها إلى إجراءها في موعدها الأصلي. وهنا يعني سوف تكون هناك وقفات حقيقية، بيانات حقيقية من قبل الكتل السياسية أو معظم الكتل السياسية بهذا الصدد. طيب، يعني حسب مصادر سياسية هناك جهات سياسية متنفذة تحديدا بدأت بالتواصل مع مخترقين محترفين لأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتصويت الإلكتروني. بالتالي هذه التخوفات شلون تشوفوها؟ تأخذوها بعين الاعتبار؟ يعني هناك من يرى بأن ربما هذا الخطر هو أكبر حتى من خطر السلاح اللي موجود والمال السياسي أيضا اللي موجود وممكن يقلب المعادلة. نعم. صحيح. نعم، بالحقيقة هذه واحدة من المطالب. لهذا نحن قلنا بأننا اليوم ندعم إجراء الانتخابات تحت وطأة أو تحت إطار البطاقة البايومترية، باعتبار اليوم هناك 15 مليون من أصل 25 قاموا بتحديث بطاقاتهم إلى البايومترية، وهناك 10 مليون شخص لم يقم بتحديث بطاقته. وبالتالي هؤلاء 10 مليون شخص ممكن أن تسرق أصواتهم أو تستخدم بشكل أو بآخر وتكون أصوات وهمية في هذه الانتخابات. هذه من جهة. أما من جهة ثانية فاليوم بالتأكيد الاختراق الحاسوبي وشبكة المعلومات هذا يمثل خطر حقيقي، باعتبار اليوم هناك شركات متمرسة ومتنفذة بهذا الصدد، وعلى الحكومة الإيفاء بوعدها من خلال تهيئة الأجواء المناسبة وتهيئة الأمن الانتخابي من خلال التعاقد مع شركات رصينة تستطيع وضع خطط من أجل منع هذه الشركات التي تقوم باختراق هذه الأجهزة. اليوم نحن أمام انتخابات جديدة، هذه الانتخابات فيها قانون جديد،
فيها أجهزة جديدة وفيها مفوضية جديدة. هذه المفوضية اليوم هي مفوضية جديدة بعد ما تم تغيير 25 مدير عام قبل 6 أشهر تقريبا، بالتالي اليوم لا تمتلك هذه المفوضية الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الموضوعات، موضوعات البطاقة البيومترية وموضوعات الاختراق، بالتالي تحتاج للتعاقد مع شركات أو جهات استشارية توجه هذه الانتخابات نحو المسار الصحيح. هذه من جهة. من جهة ثانية نحن اليوم أيضا نتكلم حول مراقبة دولية لصناديق الاختراع. نعم، في 2018 و14 وحتى قبلها كانت هناك مراقبة دولية من قبل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في العراق، لكن في الحقيقة هذه المراقبة كانت تقتصر فقط على المناطق التي تمتاز بأنها مناطق من المستوى العالي والقريبة على المنطقة الخضراء وعلى مناطق إقامة هذه البعثات الدبلوماسية. طيب. بالتالي كل المناطق الموجودة في القرى والأرياف والمناطق البعيدة كانت بعيدة عن المراقبة وعن التناول الحكومي، بالتالي كانت هي أكثر عرضة لإجراء التزوير أو أكثر عرضة لسرقة أصوات من يسكن هذه. طيب، ما أعرف حضرتك إذا عندك معلومة أو لا حول الحديث الذي دار مؤخرا عن نية تأجيل الانتخابات عن موعدها وترحيلها في موعدها الأصلي اللي هو في عام 2022 تحديدا. كائتلاف النصر، كيف ينظر إلى هذا الأمر وما هي معلوماتكم حول هذه النقطة تحديدا؟ من هي الجهات المستفيدة أو الداعمة للتأجيل؟ نعم، نحن موقفنا واضح في الحقيقة. نحن كنا داعمين بإجراء الانتخابات في شهر حزيران من هذا العام، في الشهر السادس عندما أطلقت الحكومة الموعد الأصلي في الشهر العاشر من العام الماضي، كنا داعمين لإجراء الانتخابات بهذا الشهر. وعندما أجلت الانتخابات من قبل المفوضية وببيانها التقني وقالت بأن الأسباب الفنية هي التي منعت من إقامة الانتخابات في الشهر السادس، دعمنا أيضا من أجل حصول الانتخابات في الشهر العاشر شريطة وجود العوامل التي أسلفت بذكرها. بالتالي نحن اليوم داعمين لإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي، ونحذر من أن تكون هناك محاولات لخلط الأوراق من أجل أن تكون هناك انتخابات بغير موعدها ومن أجل تقوية جهة على حساب جهة ثانية. اليوم الشارع العراقي ينظر بعين المراقبة إلى العملية السياسية، وبالتأكيد اليوم سيكون له موقف مغاير، وربما هناك مظاهرات سوف تكون إذا لم تكون هناك وفاء بالوعود التي أطلقتها الحكومة والكتل السياسية. ولا ننسى اليوم أن الشارع العراقي ما زال يغلي، ومظاهرات 25 أيار كانت هي خير دليل، وبالتالي لا نريد تجربة إعادة تجربة مظاهرات تشرين والمظاهرات التي تلتها، بل نريد أن نبين للمواطن العراقي بأن العملية السياسية ما زالت هي تعبر عن تطلعاته، ما زالت ملتزمة بوعودها، وبالتالي هذا ما نحاول أن ندفع باتجاهها. شكرا جزيلا، عضو ائتلاف النصر أحمد الوندي كنت معنا، شكرا لك.